نكمل على موضوع موضوع القواعد القوية. سؤال 14-17 موجود بكتاب دوغلاس ايس كوك، تشابتر 14، سؤال رقم 17، موجود عندكم المصادر اللي أنا محملها على جوجل كلاس روم. What is the pH of this solution that results when 0.093 gram of MgOH by 2 is mixed with a 75 milliliter of 0.0500 molar HCl. ما هو مقدار الـ pH لمحلول ينتج عن مزج 0.093 جرام of MgOH by 2؟ MgOH by 2 قاعدة قوية، مزجناها. الفرع الأول يقول 75 مليلتر of 0.05 مولار HCl. بيجي أسئلة تشوف إنه أكو قاعدة اسمها MgOH by 2، ليضيفوها مع HCl اللي هو حامض قوي. دائما لما نمزج حامض مع قاعدة يصير بيناتهم تفاعل معادلة، ينتج عنا MgCl2 زائد 2H2O. ليش 2؟ لأنه هنا 2OH، وبالتالي 2HCl ينتج لي MgCl2 زائد 2H2O، ملح زائد ماء. الكميات اللي موجودة عندي، لا تعرفون معادلات كيميائية لازم أحول كل أنواع الكميات والتراكيز إلى مولات. اللي ناطنيها هو 0.93 غرام من هاي المادة، غرام، وخمسة وسبعين مللتر، والتركيز مالتي 0.05 مولاري HCl. لا تنسون تفاعل، أول خطوة بي أوازن المعادلة، ثاني خطوة بي أحول كل أنواع الكميات والتراكيز إلى مولات، والخطوة الثالثة أقسم على stoichiometric number، الخطوة الرابعة الأقل هو اللي يحدد الناتج، الخطوة الخامسة أحسب المتبقي وأشوف إيش قد التركيز المولاري. هنا إذا كانت الزيادة من الـ MgOH by 2 فلازم أحسب إيش قد يعطيني هيدروكسيد، أما إذا كانت الزيادة من الـ HCl فلازم أحسب إيش قد يعطيني تركيز مولاري من الـ H. الخطوات نمشي بها كالآتي: عندنا 0.093 غرام أقسمه على المولر ماس مال الـ MgOH by 2. الـ Mg حسب الجدول هنا 24، هذا الجدول هنا Mg مغنيسيوم رقم 12، عنصر رقم 12، 24.3، وبالتالي المولر ماس 24.3 زائد 17 زائد 17، 17 هي H زائد OH، 1 زائد 16. إذن المولر ماس اللي أريد أقسم عليها هي 58.3 غرام على مول، يقتصر الغرام مع الغرام يبقى لي مول. بالحاسبة كالكوليتر هي عنها 0.093 تقسيم 58.3 راح يساوي لي 0.00159، 0.00159، خلي الرقم ما يضرنا بالحاسبة. زين، هذه طبعا الوحدة مالتي مول لأن قسمنا على المولر ماس. هنايا عندي 75 مليلتر في 0.05، خل أضم هذا بالميموري، أحفظه بالميموري، زائد ام 75 في 0.05 راح يساوي 3.75 مليلتر في مول على لتر، يطلع ملي مول. لازم أساوي الوحدات، يا أما أحول هذا إلى ملي مول أو أحول هذا إلى مول. أنا أفضل أن أحول هذا إلى ملي مول،
أسهل، أرجع على الميموري في ألف، لأنه كل مول يساوي ألف ملي مول راح يطلع 1.595 ملي مول MgOH by 2 مقابل 3.75 ملي مول. أول شي حولنا كل وزن المعادلة، ثاني شي حولنا كل أنواع التراكيز والكميات إلى مولات، حولناها إلى ملي مول أفضل أسهل بالتعامل. هسه هاي قسمة على واحد، ليش؟ لأن هنا stoichiometric number إيش قد؟ واحد، وهذا قسمة على اثنين، ليش؟ لأن stoichiometric number مالتي هنا اثنين. 75 في 0 فارز 0 5 راح يساوي 3.75 تقسيم 2 1.875، هذا يطلع 1.875 ملي مول، وهذا يبقى 1.595. الأقل هو اللي يحدد الناتج، الأقل ويصير 0. هنا عندي بق أطرح من الكبير ناقصا 1.595 MgOH by 2 زائدا 2HCl ينتج لي MgCl2 زائدا 2H2O، وقلنا 1.595 وهذا 1.875، هذا صار 0 وهذا ناقص 1.595، بالحساب يطلع 0.2789، 0.2789 أو 98، نكون دقيقين، 98. طبعا أنا من قسمت لازم أرجع مرة أخرى أضربه في اثنين، لأن من قسمت حتى أعرف واحد إلى واحد إيش قد يتفاعل، بعدها لازم أرجع الكمية الأصلية بالضرب بنفس الرقم اللي قسمت عليه وهو اثنين، نضربه في اثنين يطلع لي 0.5596، 0.5596 ملي مول زيادة من ال HCl. ما عندنا مشكلة لأن النواتج هي عبارة عن ملح 1.595 وهذا H2O 2 في 1.595، هذين اثنينات ما مو مهمات لأنه اثنين واحد ملح وواحد مي، الملح متعادل والمي ما يأثر على قيمة ال pH، يبقى المادة الوحيدة اللي تأثر على ال pH هو ال HCl. ال HCl يتفكك تفكك دائما يعطينا H بلس زائد HCl ناقص، إذا هذا 0.5596 بعد التفكك بالماء صار 0 انطاني 0.5596 ملي مول من ال H بلس. ملي مول اوف H بلس، حتى اطلع ال pH احتاج التركيز المولاري لل H بلس، ويساوي لي عدد الملي مولز، عدد المولات على الحجم على الفوليوم اللي هو ملي لتر. ليش ملي لتر؟ لانه هنا الملي راح يختصر ويا الملي راح يساوي لي مول على لتر، هو هذا المطلوب. الحجم الكلي بالسؤال قبل شوي كان موجود 0.09 غرام، هذا ما بيه حجم، ما يعتبر له حجم، زائدا 75 مللتر من المحلول ال HCl. اذا الحجم الكلي للمحلول هو 75 مللتر، اذا تركيز ال H بلس راح يساوي لي 0.5596 تقسيم 75 مللتر، وهذا ملي مول راح يساوي لي بالحاسبة تقسيم 75 راح يساوي لي 0.00746، 0.00746 مولاري. اذا ال pH يساوي ناقص لوغاريتم 0.00746 بالحاسبة 0.00746
لوغاريتم هذا الرقم، وبعدين أضربه في سالب لأنه قانون الـ pH ينقص لوغاريتم، يطلع 2.127 2.127 الـ pH. أراجع الخطوات مالتي، قاعدة قوية MgOH by 2 فعلناها ويا 75 مللتر من الـ HCl. بعد حساب الكميات المولات اكتشفت انه انه كمية ال HCl بيها زيادة اكبر من القاعدة، وذلك القاعدة صارت تركيزها صفر او كميتها صارت صفر. والحامض صار عنده زيادة، استوكيومتري لازم ارجعها في 2 فيطلع عدد المولات مالتي 0.5596 ملي مول. المليمولات مال ال HCl هي نفسها مليمولات مال H بلس. بالقانون أنا أحتاج التركيز المولاري مو عدد المليمولات، لذلك لازم أقسم على الحجم الكلي، عدد المليمولات على الحجم الكلي يساوي التركيز المولاري. بما أنه أنا بعد مليمول وأقسم على المليلتر يطلع لي بالمولاري، إذا بديت بالمول لازم أقسم على الحجم باللتر حتى يرجع مول على لتر. طلعنا تركيز المولاري 0.00746 ال pH يساوي ناقص لوغاريتم تركيز 0.00764 ويساوي بالحاسبة 2.127. الفرع الثاني يشبه الفرع الأول، أيضا راح تكون عندنا زيادة من ال HCl، لكن هالمرة زيادة أكبر من ال HCl من السؤال، لذلك ال pH راح يكون أقل. الفرع الثاني راح يكون عليكم. طبعا اكو فروع بعد اضافية اذا تحبون تتمرنون بهن، ما عنده مشكلة. زين، ننتقل الى سؤال لطيف موجود بكتاب جاري، هذا هم ايضا ممكن ان يواجهكم بالحياة العملية، قصدي بالمختبرات يعني. Calculate the pH of a solution prepared by mixing 2 milliliters of a strong acid solution of pH 3 and 3 ملليتر of strong base of pH 10. هنا كالعادة calculate the pH of a solution prepared by mixing، احسب الـ pH لمحلول تم تحضيره بواسطة مزيج مادتين، المادة الأولى 2 ملليتر والـ pH مادتي 3، المحلول الثاني 3 ملليتر والـ pH مادتي 10. خلي أحطهن هذني بقوسين. لما ال pH مالتي 3 معناها شنو؟ معناها ال pH مالتي جوا 7، إذا ال pH مالتي جوا 7 معناها ال pH مالتي حامض، على الرغم من إنه هو بالسؤال قال لك strong acid of solution. مو شرط إنه يكتب لك strong acid، أنت لازم تفهم إنه ما طول جوا 7 إذا ال pH مالتي مال المحلول هو محلول حامضي. انت لازم تفهم انه مع طول الـ pH جوا 7 اذا انا عندي مصدر للـ H بلس. شقد الحجم مالته؟ 2 مللتر. شقد التركيز مالتي؟ الـ pH يساوي 3، هاي خلا احسبها على صفحة، خلاص اجيب خطة هنا. اذا الـ pH يساوي 3 حسب القاعدة، فان تركيز الـ H هو 10 اس ناقص 3. إذا الـ pH 3 والـ pH يساوي ناقص لوغاريتم تركيز المولاري للـ H بلس، معناها تركيز المولاري للـ H بلس يساوي لي، لأن هذا لوغاريتم للـ الأساس مالته هو 10، معناها 10 أس ناقص الـ pH. على الحساب هذا تركيز الـ H من السؤال 10 أس ناقص 3. بالحاسبة نطلعها بغير طريقة، أنا عندي الـ pH هنا أحط له سالب لأنه القانون يقول أكو سالب هنا، زين، وبعدين عكس اللوغاريتم بالحاسبة، هذه 10 أس X هي هاي عكس اللوغاريتم، يطلع 0.001 مولاري اللي هي 10 أس ناقص 3. إذا بالسؤال تركيز الـ H قايل الـ pH يساوي 3، أقدر أطلع تركيز المولاري للـ H هو 1 في 10
اس ناقص 3 مولار. هذا المحلول من ال H بلس مسجون مع 3 مللتر of strong base pH 10. بدو حتى إذا ما قال لك هو strong base، حتى إذا ما قال لك هو strong base، إن ما يكون ال pH يساوي 10، أنت هاي مباشرة مع طول عندك السؤال يعتمد على الحوامض والقواعد، مباشرة أفهم إنه ال pOH يساوي 4. منين اجبتي هالقاعدة؟ لأنه 14 يساوي pH زائدا pOH، على الأساس هذا إذا ال pH 10 فإذا ال pOH تساوي 4. إذا ال pOH تساوي 4 معناها تركيز المولاري لل OH سالب يساوي لي 10 أس ناقصا 4، نفس الطريقة مال تركيز ال H. أرجع للسؤال، بعد ما حليت الفكرة من عنده، H بلس دي يتفاعل ويا OH سالب ينطيني طبعا H2O، بغض النظر عن بقية الأملاح ما لنا علاقة بيها. ال H هو 2 مللتر وتركيزه 0.001، 1 × 10 أس ناقصا 3، فمزجناه مع 3 مللتر والتركيز المولاري مالته 1 × 10 أس ناقص 4 مولاري. 2 × 10 أس ناقص يعني 2 × 10 أس ناقص 3 ملي مول. ليش ملي مول؟ لأنه احنا بدينا بمللتر، فمن أضربه مول على لتر يطلع لي ملي مول. 3 × 10 مزجناها مع 3 × 10 أس ناقص 4 ملي مول. تفاعل 1 إلى 1 لأن H إلى H، الأقل هو اللي يصير 0. طبعا 3 × 10 أس ناقص 4 أقل من 2 × 10 أس ناقص 3، ال OH راح يصير 0، ال H راح ينقص بمقدار 0.3، يعني يطلع 1.7 × 10 أس ناقص 3 ملي مول من ال H بلس. إذا التركيز المولاري لل H بلس يساوي لي 1.7 × 10 أس ناقص 3 على الحجم الكلي للمحلول 2 زائد 3، ما عندنا غير بس هالحجمين، هاي مزجنا 2 مل ب3 مل، فالحجم الكلي هو 5 مللتر، طبعا ملي مول لا تنسون الوحدات. تركيز ال 2 × 3 سالب ناقصا 3 × 4 سالب راح يساوي لي 1.7 × 5 مللتر راح يساوي لي 0.0034، 0.0034 مولاري. ليش مولاري؟ لأن ملي مول الملي راح يختصر ملي، مول على لتر هو المتبقي. إذا تركيز ال H 0.0، تركيز ال H، إذا ال pH راح يساوي لي ناقص لوغاريتم 0.0034، ال pH راح يساوي لي حسب الحاسبة لوغاريتم وأضربه في سالب 3.468، 3.468 هذا ال pH مالت المحلول الناتج. اللي سويته انه نعطيني محلول حامضي مزجناه مع محلول قاعدي، المحلول الحامضي يمثل H والمحلول القاعدي يمثل ال OH، طلعنا الكميات عدد المولات مالتها، الاقل صار 0، الزيادة صدرت اللي بقت عندي هي من ال H، عدد المولات قسمناها على الحجم الكلي طلعنا التركيز المولاري لل H، ال pH يساوي ناقص لوغاريتم التركيز المولاري وطلع له. الأمثلة هواي، الأسئلة هواي، ممكن أنه تشوفون دوغلاس أيس كوك
أو قاري على الأمثلة اللي موجودة عندهم. زين، المحاضرة القادمة راح تكون عن الحوامض والحوامض الضعيفة والقواعد الضعيفة.